خلونا يا حضرات نتعرف على آخر الأخبار وآخر المستجدات في فرق النادي الأهلي المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة سالة حامد. سالة موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة صباح الفل عليك، أهلا بيك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاكم النهارده بجميع الفرق العاب الاخرى، والفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري. النهارده ان شاء الله يعني فريق سيدات كره السله عندهم مباراه وديه مع نادي الجزيرة في تمام الساعة 7 مساء على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويمكن دي تاني يعني التجارب الودية وتاني المباريات الودية بالنسبة للاعبات كرة السلة الفترة دي، يعني في فترة الإعداد للموسم الجديد. يمكن كانت أول مباراة ودية ليهم كانت مع نادي الصيد على صالة مركز شباب الجزيرة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 93-72. يمكن يعني دي كل المباريات دي مباريات ودية يعني من ضمن أو في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، وإن شاء الله يعني سيدات كرة السلة يا كريم ونهواند هيبتدوا الموسم الجديد بمشاركتهم في بطولة منطقة القاهرة، يعني يوم يعني البطولة تبتدي يوم 20 من الشهر الجاري، ولكن أول مباراة للاعبات النادي الأهلي إن شاء الله هتكون يوم 21 أمام نادي مدينة نصر، وهتكون على صالة النادي صالة الشهداء بمقر النادي في تمام الساعة 6 مساء. ده بالنسبة للاعبات كرة السلة. كمان خلينا نتكلم شوية عن فريق الأول لكرة اليد سيدات تحت قيادة الكابتن محمد عادل. ويمكن امبارح كانت يعني بداية أو افتتاح بطولة الدوري العمومي لكرة اليد سيدات، وكمان يعني امبارح سيدات يعني كرة اليد افتتحوا مشوارهم في بطولة الدوري، ولكن يعني أول مباراة كانت مع نادي سموحة في الجولة الأولى من البطولة، وانتهت بفوز نادي سموحة على نادي الأهلي بنتيجة 26-24 بفارق هدفين. ولكن يعني شفنا يعني طوال المباراه كان لاعبات النادي الاهلي يعني اداء قوي، اداء متميز من كل لاعبات النادي الاهلي في المباراه امام نادي سموحه. يمكن كمان يعني التفوق والاداء القوي كان من جانب الفرقتين، ولكن في الاخر يعني قدروا لاعبات نادي سموحه ان هم يتفوقوا على لاعبات النادي الاهلي، بالرغم كمان انه يعني فريق النادي الاهلي كان متفوق في اول شوط من المباراه بنتيجه 14-11، ولكن انتهت في النهايه المباراه بخساره النادي الاهلي. يمكن الفريق يعني بدون راحه هيواصل التدريبات الفتره دي بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه يا كريم ونهاوند، ويعني المباراه القادمه هتكون في الجوله الثانيه من بطوله الدوري، وهتكون امام نادي الزمالك يوم السبت القادم ان شاء الله، وهتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان النادي الاهلي اعلن عن تعاقد يعني في يعني كابتن خالد العوضي والنادي الاهلي مع يعني واحده من اللاعبات المهمين اللي هيكونوا مهمين طبعا جدا من القوائم الاساسيه لفريق كره اليد الفتره القادمه دينا خضر، والتعاقد يعني لمده 4 مواسم قادمه، وهي يعني اللاعبة قادمة من نادي الطيران، وهتكون متواجدة إن شاء الله في النادي الأهلي لمدة 4 مواسم، وهي يعني هتكون في مركز الهاف في الفريق، وإن شاء الله يعني هتكون متواجدة أو هي حاليا متواجدة مع فريق النادي الأهلي في التدريبات الجماعية، وكمان بتشارك في جميع المباريات. كمان يعني فريق الاول لكره اليد رجال يعني يوم الجمعه الماضيه كان عندهم مباراه وديه مع نادي البنك الاهلي، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 32-23. ويمكن يعني المدير الفني داني جوردو يعني ما اكتفاش بالمعسكر الخارجي وبفتره الاعداد اللي كانت في اسبانيا وفي البوسنه، يعني قرر انه لاعبي النادي الاهلي يوصلوا المباريات الوديه وفتره الاعداد هنا في القاهره بان هو يعني يواجه العديد من الفرق المحليه زي البنك الاهلي والجيش وسموحه والطيران، يعني عشان الفريق يستعد بشكل قوي للبطولتين اللي جايين، وهتكون بطوله افريقيا ان شاء الله وبطوله كاس العالم للانديه سوبر كلوب اللي هتقام في السعوديه في نهايه الشهر الجاري. كمان اخر خبر معانا النهارده وهو يعني في الفريق الاول لكره الطايره سيدات، والمحترفه ديانا ريس يعني انتقلت او راحت لبروتو كيرو عشان يعني تخوض بطوله العالم لكره الطايره، وتقام ان شاء الله يعني في الشهر الجاري،
يوم 24 في هولندا، وهتكون مع منتخبها الوطني، ويعني هي تعتبر من القوائم الأساسية ومن اللاعبات الأساسية في المنتخب، فهتكون موجودة يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية مع منتخبها الوطني، وبعد كده هتنتظم في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. يمكن دي كريمة نهاوند كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك نهاوند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية.